السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دائما مع سلسلة تتبع وإصلاح مشاكل الحواسيب المحمولة. مشكلة المحمول هذا اللي هو من نوع دال انسبيران 15 35 37، هذه لا كارت مار تاعو. اذا ال ا 99 81 بي. مشكلة البي سي بورتابل هذا أنه يشتغل لكن تبقى الشاشة سوداء، يعني يوجد قطع داتا مع إعطاء 4 صفارات 4 بيبس. غالبا ما يكون مشكلة هي الذاكرة العشوائية، هذا بالنسبة لحواسيب الدال. إذا وبعد تتبع جميع الجهود الرئيسية والثانوية لاحظنا فقدان جهد 1.35 فولت الذي ينتجه آي سي PE200 هذا. إذن وبعد الاستعانة بالمخطط وجدنا فقدان لجهد 13 فولت الذي يمر من الملف PL201 إلى هذه المكثفات الصغيرة ثم إلى الموسفت PE200. بعدها يتم إنتاج جهد 1.35 فولت. إذن بعدما فحصنا المكثفات وتأكدنا من سلامتها، نزعنا الملف PL201، وجدنا به قطع في أحد الأطراف، تم استبداله واسترجعنا إذن الجهد 1.35 فولت من هذا الملف PL200، وسنقوم إذن بتجربة الحاسوب. إذن للتوضيح أكثر خاوتي على المخطط، قلنا إذن 3 فولت تفوت من النقطة هذه إلى النقطة 1 والنقطة 2 على الملف، ثم تفوت على المكثفات ثم على المصفت PK200 PK200A، تجيني لنا إذن الـ 1.35 فولت. بعد ما فحصنا إذن الفولت القادم من هذه النقطة وجدنا أنه منعدم على المكثفات، إذن قمنا بنزع هذا الملف، وجدت أنه فيه قطع من الداخل. بعد استبداله سنرى إذن النتيجة. إذن بعد ما أصلحنا القطع اللي كان في الكارت مار أو في اللابوبين، راح نشوفوا البي سي شعلوه. الحمد لله البي سي إذن يشتغل. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.